Mosaic FM Podcast Sport Express. مرحبا بكم. بعد أقل من ساعة تقريبا تبدأ مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الأولى إياب للرابطة المحترفة للأولى. ثلاثة مقابلات مبرمجة، البداية بمقابلة بني خليد، نجم الخليدي رقم 13 في الترتيب ب 12 نقطة يلعب ضد مستقبل مرسى الثالث ب 32 نقطة. لافو ماتش مباشرة من ملعب المقابلة. خالد الهرقام مرحبا بك. أهلا بك اسكندر خويا، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي موزايكا فام. بالفعل بعد أقل من ساعة نجم الخليدي صاحب المركز كما قلت 13 بثلاثة فوز ثلاثة تعادل 9 هزائم يستقبل ضيفه مستقبل مرسى 9 فوز وخمسة تعادل وهزيمة واحدة، صاحب المرتبة الثالثة بإدارة الحكم هيثم القصعي. بالنسبة ل 11 المدرب بوشير هم على النحو التالي: زياد جبالي في حرس المرمى، هشام جبالي، مروان الخلفي، باب كوامي، بسام البلعابي، رياض القلاعي، بوبكر طنبادو، فادي الهميزي، ديدي ليبري، نبيل مساوي، محمد التواتي. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي الخليدي تتركب على النحو التالي: سامي هلال، حمزة تستوري، محمد أمين الورغمي، حمدي شرابي، محمد أمين عمامي، محمد عمارة، سيف الله المحجوبي، أيمن بن فضل، عبد القادر ضو، برهان غنام، ومحمد علي بن حمودة. واضح، شكرا لك. دونك خالد كما قلنا مباشرة من ملعب بني خليد. المقابلة الثانية مقابلة هامة في سباق آخر الترتيب تتلعب في استاد حمد العويني، تجمع الشبيبة العاشر في الترتيب 16 نقطة بالأولمبي البيجي في المرتبة 14 ب 12 نقطة مقابلة زفرها محمد بن حسينة. في ملعب جرجيس دربي من دربيات الجنوب يجمع مستقبل جيبس صاحب المرتبة 12 ب 13 نقطة بترجي جرجيس الثامن 17 نقطة تحكيم ماهر الحربي. فرد توقيت يعني مع ماضي ثلاثة تتلعب بالدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة إياب للرابطة المحترفة الثانية، الأولمبي للنقل باش يلعب ضد النادي الهلالي، اتحاد بن قردان قرنبيل الرياضية الملعب الجيبسي، هلال مساكن مستقبل قصرين يلعب مع الأهلي الماطري، نادي قربة الملعب النابلي وهذا ديربي للكابون، أولمبيك الكيف تلعب مع القلعة الرياضية. نذكروا البارح تلعبت مقابلة من الجولة هذه تعادلت فيها جمعية جربة مع السبورتينج المكنين 1-1 نهار الثلاثة الجاي 1 ماي. آخر مقابلة جندوبة الرياضية جريدة توز. نحكيو هوند وجمهور الإتوال باش يكون اليوم في موعد جديد إن شاء الله مع التتويجات الإفريقية وقت اللي يواجه فريقه نادي الزمالك المصري مع الأربعة متاع العشية في نهائي بطولة إفريقيا للأندية الفايزة بالكاس، ماتش يتلعب في القبة قبة المنزة دون حضور الجمهور. من هوند للبولي، فينال آخر النجم الساحلي قدام نفس الفريق الزمالك المصري في إطار آخر إطار بطولة إفريقيا للأندية البطلة في الكرة الطائرة، مقابلة تبدأ الستة في القاعة الأولمبية بسوسة. بالتوفيق إن شاء الله لممثلنا في زوز فينالات متاعو. الكرة في أوروبا وأخبار ملاعبيتنا للمحترفين، البداية بالليغا، ريال ربح اليوم 3 بلاش قدام سوفي في إطار الجولة 36، دوبلي لبنزيما وبونتو لكريستيانو رونالدو. برشلونة تلعب 8:30 أول مقابلة لها بعد رحيل المدرب غوارديولا ضد رايو فاليكانو. الجولة 34 من ليك أون مع الأربع عصام جمعي يواجه مع بريست فريقه السابق أوسير، والشوك مع 8 متاع ليل ليل ضد البي إس جي. في الجولة 35 من الكالتشيو مقابلات تبدأ اللحظات هذه، نوفارا يلعب مع اليوبي، ليتشي مع بارما، أتلانتا مع فيورنتينا، سيانا يواجه الميلان، إنتر ميلان وتشيزنا، ومع 8 غربع يودينيزي لاتسيو.